سلام الله عليكم مشاهدين الأعزاء. إن الله اصطفى الأنبياء والرسل وفضلهم على العالمين، وقد فضل الله الأنبياء عن سائر البشر حتى في موتهم، فهم يظلون أحياء في قبورهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وعندما أرسل الله ملك الموت إلى نبي الله موسى ليقبض روحه، فلما جاءه صفعه موسى عليه السلام، فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال له: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له أن يضع يده على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة يعيشها. فقال موسى: أي ربي، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الله عز وجل: ثم الموت يا موسى. قال سيدنا موسى عليه السلام: فالآن إذن اقبض روحي. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره أثناء رحلته للإسراء والمعراج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. ولكن اختلف العلماء في مكان قبر موسى عليه السلام، ولهذا الحديث دلالة على أن قبره في طريق بيت المقدس عند الكثيب الأحمر، ولعل الحكمة من إخفاء قبره عن الخلق أجمعين حتى لا يتخذه الناس معبداً. فالأنبياء أجسادهم في الأرض وأرواحهم في السماء، وهذه الأرواح متصلة بهذه الأجساد، ولذلك أخذ جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبر سيدنا موسى عليه السلام فقال له: انزل ها هنا فصلي، هنا قبر أخيك موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فوجدته قائم يصلي لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يقصد نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم. وهذا دليل على حياة الأنبياء عليهم السلام بعد موتهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام رؤية حقيقية في اليقظة، وإن موسى عليه السلام كان في قبره حيا يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة، وهذا ممكن لا استحالة فيه، فهم يتميزون عن سائر الأموات. وقبل أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وجد سيدنا موسى عليه السلام سبقه إلى السماء حتى اجتمع به هناك، فكان من ضمن الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وما ذلك على الله بعزيز. وقال ابن القيم رحمه الله: الأنبياء استقرت أرواحهم في السماء بعد مفارقة الأبدان، وروح النبي صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك وهو في حياته، ثم عادت في الإسراء والمعراج، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك فهي مرتبطة بالبدن، حيث أنه يرد السلام على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا رأى موسى يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، وأنه لم يعرج بموسى من قبره ثم ترد إليه روحه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره، إلى يوم ميعاد الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود، وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فلا تحرم نفسك عزيزي المشاهد من رد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام، فهذا شرف عظيم وفضل كريم. فصلاة موسى عليه السلام وسائر الأنبياء في قبورهم
ليست على وجه التكليف، فالتكليف منقطع بالموت، وإنما على وجه التنعم والتلذذ بعبادة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه، وإن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فاللهم اجعلنا ممن يعيشون على التسبيح ويموتون عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.